السلام عليكم. نحن اليوم بملتقى الفجيرة للإعلام. الملتقى هيجمع أهم المؤثرين بالإمارات وأيضاً بالعالم العربي. هنحاورهم نشوف أهمية هذه الملتقيات اللي بتساعد الإعلام في التطور وأيضاً بترسخ مفاهيم إعلامية للمؤثرين أيضاً على السوشيال ميديا. فخلينا مع بعض نتعرف على هذا الملتقى. تعالوا معي جماعة. راح أبلش بمتحف الإعلام القديم. هذا المتحف اللي بيعطينا نوستالجيا، بيرجعنا للإعلام القديم، الإعلام اللي بلشنا منه الزمن الجميل. تعوا معنا بجولة حتى نعرفكم على كل التفاصيل اللي كنا نتابع من خلالها الأعمال ونسمع من خلالها التسجيلات ونصور من خلالها المشاهد الجميلة. تعالوا معنا. وبعد ما شفنا متحف الإعلام القديم حنشوف الآن الغرفة الذكية. هي عبارة عن غرفة زجاجية بتحكي عن الإعلام في المستقبل. شو قصة هالغرفة؟ تعالوا نشوفها مع بعض. رودولف فلال، أهلا وسهلا فيك. طبعا منور الإعلام اللبناني. اليوم أنت بملتقى الفجيرة للإعلام، احكي لي عن أهمية الملتقى للإعلاميين والمؤثرين أيضاً بالوطن العربي. ليس ثانك يو حبيبي، وأكيد بشرفنا أكون هيك معك بلقاء سريع. أكيد تجمع الإعلاميين هو شيء ضروري ولازم يصير on yearly basis، يعني كل سنة على القليل مرة يصير تجمع للإعلاميين حتى نناقش أفكارنا ونفكر كلنا سوا على صوت عالي بمواضيع تشغل بالنا كلنا كإعلاميين. فهيدي من هون بلشت فكرة الملتقى الإعلامي، ومن هون قررت الفجيرة لتعمل الملتقى الإعلامي هيدي السنة وتكون جامعة إعلامية من كافة أنحاء العالم العربي. فأكيد شيء كتير مهم. شو رأيك بالترتيبات اللي عم بتصير اللي إحنا شايفينها؟ طبعا بتعرف اللي عم شوفه، عم شوف اليوم تنظيم انترناشنال منه تنظيم لوكال بقى. فبدي أقول لكل القيمين على الملتقى يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب ضلكم بهيدي الهمة وتضلكم خيفانين علينا ونحن خيفانين عليكم. شكرا يا رودول. شكرا لك يا حبيبي. أستاذة هالة كاظم، حياك الله اليوم بملتقى الفجيرة للإعلام. خبرينا اليوم عن تواجدك وعلى أهمية هاي الملتقيات حتى تساهم في تطوير الإعلام إذا صح التعبير. أهلا مرحبا، الله يسلمك. أنا دوري طبعا أني أعطي ورشة عن تأثير الوسائل التواصل الاجتماعي والإيجابيات والسلبيات، وطبعا هذا وايد مهم اللي الحدث هذا عشان نشوف جوانب مختلفة وآراء مختلفة ونجتمع في مكان واحد. مشان أهلا وسهلا فيك طبعا بالملتقى الفجيرة للإعلام. احكي لي عن أهمية هذا الملتقى وشو بيفيد الإعلامي وأيضا المؤثر على السوشيال ميديا اليوم. من أهم السمات يلي بنستفيد منها، أولا تبادل الخبرات، ثانيا التحديات يلي بنواجهها نحن كإعلام، مثل ما ذكر سعادة سعيد العطر في الجلسة الافتتاحية، المطاطية بين الإعلام التقليدي أو الأساسي مثل ما ذكر والإعلام البديل أو المنصات الرقمية. هالنقل إلى الرقمنة عملت بلبلة بمفهوم الإعلام، ولكن اليوم الذي يملك محتوى أفضل هو الأكثر بقاء في الإعلام. لوزين عمران، أهلا وسهلا فيك في ملتقى الفجيرة للإعلام. تخبريني عن تواجدك وأهمية الإعلام أو هيك ملتقيات للإعلامي وأيضا المؤثر على السوشيال ميديا. أهلا وسهلا فيك. أول شيء كل الشكر والامتنان للمكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة على هذه الدعوة الكريمة، وعلى رأسهم سعادة محمد الضنحاني وأيضا سيد جمال آدم، من تنظيم من استقبال. يعني أنا حتى ذكرت قبل شوي أنه أنا وصلت البارح متأخر بالليل، فشفتهم واقفين على قدم الوساق يتأكدوا من تفاصيل التفاصيل، فيعطيهم ألف عافية. مثل هذه الملتقيات مهمة جدا لينا كإعلاميين، إعلاميات، كصناع قرار، ككل شخص يعمل بالسلطة الرابعة اللي أنا أشوفها صارت سلطة أولى اليوم ومتحكمة في أشياء كثيرة، من رؤساء تحرير إلى كتاب إلى مصورين إلى أشخاص صاروا موجودين في الميادين بينقلوا الخبر مساهمين فيه.
منتبادل آراء، منتبادل خبرات، في قد تنولد أفكار، قرارات، تنحفر مسارات جديدة. فأعتقد نعم مهمة جدا، أتمنى أن هي تصير بشكل دوري دائم. يمكن الشيء الوحيد اللي كنت أبغى أقترحه أنه بعد الجلسات تنفتح حلقة نقاشية مع الجمهور. يعني أنا كثير استمتعت بأول جلسة وكان ودي أطرح بعض الأسئلة، بس أطرحها بعيدا عن الكاميرا مو مشكلة لأحصل على الإجابة، وإن شاء الله نحن نقدر نفيد ونستفيد. شيرين سايس، أهلا وسهلا فيك اليوم بملتقى الفجيرة للإعلام. خبرينا عن التواجد اليوم، أدي مهم اليوم نجمع بين الإعلام القديم، الأساس اللي تم تأسيسه، لحتى يدعم أيضا الإعلام الجديد. بصراحة أنا بشوفه كتير مهم، وخاصة للإنفلونسرز الجدد أنه يتعلموا من إعلاميين مخضرمين بهي الطريقة، صراحة كتير شي مهم. اليوم أنت كفنانة مع وجود السوشيال ميديا بلاتفورم تبعتك، عندك فولوورز، هل ممكن تستغني عن الإعلاميين وتروجي بأعمالك بس حسن على البلاتفورم، ولا لا إحنا بحاجة لإعلاميين يغطوا لنا وينتقدونا ويحكوا معانا؟ طبعاً مستحيل أنه تستغني عن الإعلاميين، ما فيك إلا ترجع للأصل، يعني لا يصح إلا الصحيح. أوكي السوشيال ميديا لا شيء كتير مهم، ما بقى في حدا بيعيش بلا سوشيال ميديا، بس بيضل الإعلام هو الأهم. تمام، اليوم أنت بالفجيرة، هاي أول مرة لك بالفجيرة أو لا؟ وخبرينا عن تنظيم وشو رأيك بالمكان وشو شعورك؟ لا أنا هاي اليوم أول مرة بكون بملتقى الإعلامي بالفجيرة، بصراحة شيء كتير بعقد، تنظيم عالمي رائع، بدي أتشكرهم على كل شيء وقول لهم ألف ألف مبروك، شيء كتير حلو. حقيقي ملتقى متميز.